الأسبوع الماضي ألقينا الضوء على الأعمال الفنية المسيئة لقدسية الأماكن الدينية، والتي يتحمل الجزء الأكبر من مسؤوليتها أصحاب العمل والجهات التي سهلت إنجاز تلك الأعمال بإعطاء تراخيص للتصوير. فيلم تنورة ماكسي كان من جملة تلك الأعمال التي أثارت حفيظة الكثيرين بسبب بعض المشاهد الجريئة داخل الكنيسة في الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير. وفي حين تم الاتفاق على طبع منشور توضيحي واعتذار لكل من جرحت مشاعره الدينية وتسريب معلومات عن مقاطعة بعض الكهنة للفيلم، تبين أن المركز الكاثوليكي للأعلام قد توجه بمراسلات للأمن العام بتاريخ 6 تموز 2011 و8 آب 2011 مطالباً فيها بتعديل بعض المشاهد، لكن لم يجري الالتزام بها. المراسلات تضمنت 5 ملاحظات وردت فيها العبارات التالية: مشاهد توحي ببعض الأفكار الجنسية، تصرفات الإكليروس تمس بهيبة الكنيسة، وحركات جنسية من خلف الزجاج. وما رأيكم بهذا الفستان القصير جداً لسيرين عبد النور في مشهد ضمن مقابر منطقة الغبيري، والذي أثار اعتراض رجال الدين من دار الفتوى، حيث قالوا إنهم فوجئوا بالمشهد لدى عرض مسلسل روبي رغم سماحهم بالتصوير يومها؟ وكيف تحول دير سيدة ميفوق ومدرستها إلى ثكنة عسكرية في مسلسل فرقة ناجعة الله؟ فهل بات مسموحاً استخدام الأماكن الدينية بشتى الطرق تحت لواء خدمة الفن؟ وما أدراك ما هي رسالة ونوعية ذاك الفن؟